بسم الله الرحمن الرحيم. المراجعة النهائية للعلوم للصف السادس الابتدائي. السؤال الأول أكمل. يحدث خسوف القمر عند وجود نقط بين الشمس والأرض. خسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عند وقوع الأرض بين الشمس والقمر. رقم 2، يتكون مصباح الفلوريسنت من نقط ونقط ونقط. بيتكون من أنبوبة زجاجية اسطوانية الشكل ونقاط توصيل وفتيلتان من التنجستين. رقم 3، إذا كان ذراع القوة أقصر أو أصغر من ذراع المقاومة. ذراع قوة أصغر، فبالتالي القوة هتكون العكس، هتكون إيه؟ القوة أكبر من المقاومة، وما دام القوة أكبر من المقاومة فلا توفر الرافعة الجهد. رقم 4، يصنع فتيل المصباح العادي من نقط. فتيل المصباح العادي يصنع من التنجستين، وذلك لأن له درجة انصهار عالية، محدش يكتب درجة حرارة عالية، اسمها درجة انصهار عالية أو مرتفعة. رقم 2، اختر الإجابة الصحيحة. أي مما يلي من روافع النوع الثالث؟ ماسك الحلوى، الأرجوحة، المقص. ماسك الحلوى من أمثلة روافع النوع الثالث، أما الأرجوحة ده نوع أول والمقص نوع أول. رقم 2، أي مما يأتي يوجد في المصباح العادي؟ الزئبق، غاز النيون، التنجستين. طبعا التنجستين يوجد في المصباح العادي وهو العنصر الذي تصنع منه فتيلة المصباح. رقم 3، تحدث ظاهرة خسوف القمر في يوم نقط من الشهر القمري. ظاهرة خسوف القمر تحدث في منتصف الشهر القمري 13 او 14 او 15، في الاختيارات موجود كام؟ موجود 15، والشهر القمري هو الهجري، هو العربي. رقم 4، من امثلة المواد جيدة التوصيل للكهرباء، الخشب، المطاط، الحديد. طبعا الحديد من المواد الجيدة التوصيل للكهرباء، اما الخشب والمطاط فهي مواد عازلة للكهرباء. السؤال الثالث، اكتب المصطلح العلمي. رقم 1، حرائق تحدث نتيجة زيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية. طبعا ما دام قال لي حرائق بتحدث نتيجة زيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية، تبقى هي الحرائق الكهربية أو الحرائق الناتجة عن الكهرباء. رقم 2، نوع من الروافع لا يوفر الجهد دائما. طبعا هو هيبقى روافع النوع الثالث التي لا توفر الجهد دائما، لأن القوة فيها تكون أكبر من المقاومة. رقم 3، مواد لا تسمح بسريان الكهرباء من خلالها، هي المواد العازلة للكهرباء. رقم 4، طريقة لتوصيل المصابيح الكهربية يتم توصيلها في مسارات متفرعة، هي التوصيل على التوازي. وفكركم بالتوصيل على التوازي، بتوصل فيها الكهرباء في مسارات متفرعة ولا تقل شدة الإضاءة بزيادة العدد، بزيادة عدد المصابيح، بل تظل ثابتة. السؤال الرابع، ماذا يحدث إذا؟ رقم 1، وجود القمر بين الأرض والشمس على استقامة واحدة تقريبا. إذا وجد القمر بين الأرض والشمس وعلى استقامة واحدة تقريبا، هتحدث ظاهرة اسمها ظاهرة كسوف الشمس. رقم 2، وضع مدفأة بالقرب من ستائر أو مفروشات. المدفأة سنستة من الأجهزة الكهربية التي تولد حرارة، وإذا وضعناها بالقرب من الستائر والمفروشات قد تحدث حرائق كهربية. رقم 3، تساوي ذراع القوة مع ذراع المقاومة. إذا تساوى ذراع القوة مع ذراع المقاومة، ساعتها هتتساوى القوة مع المقاومة، وبالتالي لا توفر الرافعة الجهد. رقم 4، ملء الانتفاخ الزجاجي للمصباح بغاز الأكسجين. احنا خدنا الترم اللي فات ان الأكسجين ده غاز ماله بيساعد على الاشتعال، فإذا اتحط في الانتفاخ الزجاجي اللي هيحصل يتفاعل مع الفتيلة بسرعة وايه؟ وتحترق. علل لما يأتي. رقم 1، لا يمكن استخدام الماء في إطفاء الحرائق الكهربية، وذلك يا سنه 6 لأن الماء غير النقي من السوائل جيدة التوصيل للكهرباء، وعند استخدامه يزيد الحريق اشتعالا وقد يؤذي الأشخاص المنقذين. رقم 2، عند تشغيل أكثر من جهاز في قابس واحد، لو شغلنا أكثر من جهاز في قابس واحد هيحدث حاجة اسمها زيادة التحميل الكهربي التي تؤدي إلى حدوث حرائق كهربية. رقم 3، توفر روافع النوع الثاني الجهد دائما. ليه روافع النوع الثاني بتوفر الجهد؟ ذلك لأن في روافع النوع الثاني تقع المقاومة بين القوة ونقطة الارتكاز، فيكون ذراع القوة أكبر من ذراع المقاومة دائما، وبالتالي تصبح القوة دائما أصغر من المقاومة، وما دام القوة أصغر من المقاومة توفر الرافعة الجهد. ممكن يجي لها سنة 6 رسمة توصيل على التوالي او توصيل على التوازي او المصباح الكهربي ببياناته او رسمه زي دي، لو قال لي ايه الشكل المقابل ده هقول له ايه؟ ده يمثل الدائره الكهربيه البسيطه. طب رقم 1، ده مصباح كهربي. رقم 2، مفتاح كهربي. رقم 3، سلك توصيل. رقم 4، بطاريه. وبرجاء يا سنه 6 مراجعه كل المفاهيم والبيانات اللي على الرسومات، واتمنى لكم التوفيق وشكرا.